حاجات كده قرر احنا ممكن نعطيه اضافه على الطيب عطونا الحين اسمه وزع مهام من اليمين ان شاء الله والله لا شوفينا ده أنا أول شيء بشكل عام الشعار ما لازم يكون قريب من الشيء اللي احنا بنمثل في الإدارة. الشيء فكرتنا نختار إدارة هو ما له دخل الإدارة بعدين نختار اسم المشروع هو شككني احنا بنحس انه مغصب انا قلت لازم نشارك ما فيها كلام انا استغربت لازم تعطي لازم طيب عطني انت راح تفصل الموضوع وش متفائل بناء عليها بناء عليها القاعده الحين هو اللي تعطيني صح بما